السلام عليكم. زار وزير العمران والمدينة أمسية البارحة، إذا زار ملعب تيزي وزو ووقف على مدى جاهزية الأرضية تاع الملعب وعلى ما تبقى من أشغال في ملعب، يعني لأني في الحقيقة الأشغال تقرب النهاية تاعها. وهذه هي الصور، وسنوافيكم بفيديو آخر عن ملعب بآخر تطوراته وآخر صور دياله الرائعة. إن شاء الله يكون فيها خير، والسلام عليكم.